السلام عليكم اخ هاني انا اسمي عبد اللطيف الجعفري من الاردن انا سؤالي بتعلق بالربح من الانترنت انا مبتدئ ومبتدئ متاخر عندي وظيفه وعائله ووقتي ضيق جدا لاني اتفرغ لهذا البروجكت حاولت اني اجد شيء ابدا منه بدايه طرف الخيط زي ما بيحكوا ما وجدت شيء مناسب يعني في كورسات كثير على الانترنت واليوتيوب ولكن بشكل غير منظم ومشتت كانت فكرتي ان ابدا من الصفر وبشكل مجاني فوجدت انه انسب شيء هو الافلييت حاولت ان اشتغل افلييت عن طريق امازون لانه اشتراك مجاني واسوق من خلال موقع بنترست لانه كان هو اول موقع مجاني او اسهل شيء ان اشتغل عليه بشكل مجاني وفي ترافيك ما بعرف اذا تفكيري جيد او لا لكن فكرتي ان ابدا من الصفر وبشكل مجاني احصل على عائد من الافلييت وبالتالي هذا العائد اقدر اني استثمره في اني اعمل ويب سايت أه وبكون عندي صار خبره اكثر ما بدي اعمل ويب من الان وانا ما عندي خبره وما استفيد منه وروح اشترك سنه مثلا على الفاضي ما بعرف اذا تفكيري جيد لا انا لسه بحاجه لتوجيه اذا ممكن انك تدلني كيف ابدا الافيليت بشكل صح شو احسن شيء بالافيليت كيف اعمل كيف ابسط التكاليف والوقت أه طبعا بده جهد اكيد ولكن شو البدايه طرف الخيط أه بكون شاكر لك انا اشكرك مقدما واتمنى انه يكون سؤالي واضح شكرا جزيلا بسم الله الرحمن الرحيم السؤال 329 في آسكاني معكم هاني حسين واشكرك اخي من الاردن على سؤالك طيب طيب شوف يا اخوي هلا لازم علشان الناس اللي بيسمعوني برضو اللي لو انت موجود في مكان هذا المكان انت فعلا عارف اللي انت بدك اياه كهدف يعني انت عارف انه انا يا جماعة أنا بدي دخل إضافي أنا لا أريد أن أترك وظيفتي أنا مبسوط في وظيفتي لكن أين الضرر أنه يأتيني دخل إضافي بدون ما أعطيها وقت كتير يعني بدل ما أروح أشتغل بارت تايم في مكان بالليل بعد وظيفتي لا أنا بدي من البيت وأنا مع أهلي مع أولادي وأجيب لي شوية فلوس حلو جدا واحترم جدا اللي بيكون عارف هدفه وعارف اللي بده اياه ومش ضروري انك تكون يعني صاحب الشركات وتترك الوظيفه ورائد الاعمال مش ضروري ابدا على فكره اوكي هاي بتيجي نفسيا من الداخل انت بتحب الوظيفه ولا بتكرهها تمام من الداخل فهذا لا ضرر فيه ابدا ليش انا بحكي هيك لانه في كثير ناس فاهميني غلط مفكرين انه انا دائما بحرض على انه اترك وظيفه، اترك وظيفه، اترك وظيفه، وهذا ابدا مش قصدي. الفكرة كلها انه لو انت مش عاجبك مكانك، اعمل غيره، بس. لو انت مش عاجبك المكان اللي انت فيه، غير الافعال التي ادت الى المكان اللي انت فيه، بس. فلو انت مش عاجبك انك انت في الوظيفة، طب اوكي، شو مقعدك فيها؟ بس، هذا اللي انا بحكي فيه، اوكي؟ لكن انت عاجبك ودخلها مناسب الك وخايف على نفسك وعلى اهلك وعلى اولادك وخايف تغامر انت حر مع انه انت مش مبسوط بس انت خايف على اه 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 تغامر انت حر بس ما تجيش تقول انه انا مش قادر اعيش انا زهقت انا مليت انا حظي زي الزفت انا آه آه نيالو هاني والله بيعمل وانا مش قادر اعمل، انت في ايدك، انت اللي اخترت، على راسي؟ حلو. هاي المقدمة ليه؟ علشان او اقول لاخونا انه شكرا جدا على صراحتك، وانت عارف بالضبط هدفك وعارف اللي بدك تعمله. الان وين مشكلتي انا؟ مشكلتي في آه الناس اللي بفكروا بهي الطريقة، واللي عارف هدفه بس مش عارف شو يعمل. المشكلة في التناسب أنا سابقا عملت إجابة لشخص حكيت كثير عن التناسب مهم جدا أنك تختار الإشي المناسب إلك مهم جدا أنك تختار الإشي المناسب إلك فأخونا الكريم لو أنتم انتبهتوا على الكلام وأنا طبعا بحكي معك أخونا برضو كان كل كلمتين يحكي مجاني صح كل كلمتين مجاني كذا مجاني اخترت كذا مجاني تمام يعني هو عنده الظرف المالي اللي عنده تمام؟ الحالة المالية اللي هو بفكر فيها تمام؟ حالة إنه بديش أدفع وبالتالي بدك تختار اشي مناسب لهاي الحالة ما تروح تختار اشي مش مناسب لا تتوهم إنه مجاني زائد ملايين الدولارات بعد شهر ما تتوهمش، أوكي؟ وبالتالي بدنا نختار شيء يكون مجاني ونتحمل عواقب المجاني اتفقنا يعني مجاني معناته فيش اعلانات يعني الاعداد اقل معناته الارباح اقل او معدومه الى وقت مسمى بانت لما تشتغل توصل خليني اوضحها اكثر في الاونلاين بزنس وحتى البزنس بشكل عام الكل بيبيع الكل بيبيع البيع هي الصفة المشتركة في أي بزنس في الدنيا تمام حتى لو أنت بتشتغل في يوتيوب أنت بتبيع أيوة بتبيع إيش بتبيع؟ بتبيع مشاهدات للمعلن المعلن هو اللي بيدفع لك فلوس ليه؟ لأنك أنت بتعطيه مشاهدات المشتركين تبعينك فهو ممكن يبيعهم شيء عشان يرجع الفلوس اللي أعطاك إياها فانت بتبيع تمام حتى لو اوف على فكره انت مثلا موظف موظف حكومي تمام الراتب تبعك عدم المؤاخذه يعني من جيبه الناس برضه عادي يعني انت بتبيع يعني الفلوس اللي بتوصلك هي فلوس ناس تانيين مش مش من الارض م م مش مطبوعه انت ما طبعتهاش انت اخذتها من ناس تانيين مهما كانت وظيفتك اذا انت بتبيع اذا انت تقوم بعمليه البيع اوكي فما تيجي وتتعامل على اساس مختلف اوكي انت تقوم بعمليه البيع مهما كان طالما في فلوس وصلت جيبتك تاكد انه هاي الفلوس كانت في جيب انسان اخر مين ما يكون الله اعلم ممكن يكون جارك المسكين اللي عنده أولاد مش قادر يعيش معهم الله اعلم ليش انا بقول هالكلام بهذه الطريقه علشان لو عندك في عقليتك انا بكره البيع ما بحبش البيع، ما بحبش البياعين أيوة أنت بتبيع، أيوة أنت تمص دم المسلمين اللي تبيعهم أيوة لو عندك هاي العقلية فأصلاً ما تدخلش أونلاين لأنه أنت لازم تبيع اتفقنا؟ حلو هلأ البيع نوعين في نوع مباشر اللي هو يا جماعة أنا معاي مايك بدك مايك؟ تفضل سعره عشرة دولار بيع مباشر على طول أنا في هاني حسين دوت كوم بعمل إيش؟ بيع مباشر على طول يا جماعة عندي كورس فوت اشتري يا حبايبي عندي تدريب بيعلمك كذا كذا تفضل اشتري يا جماعة ايش رأيك تشتري استضافة من خلالي وبعطيك كذا بيع مباشر على طول مش عيب ولا حرام لانه مفيد طيب النوع الثاني البيع غير المباشر اللي هو انا ما ببيعك على طول لا انا بلم وبجمع بعدين في ناس تانيين بسبب اني انا جمعت يقول لي ما تبيعهم شيء ما تعرض عليهم شيء مع تبعي اللي هو ايوه شغل الانفلونسر اللي هو انا ببيعك بس مش مباشر مش انا اللي ببيع طب مش انا اللي ببيع تمام طيب انا بعمل قناه يوتيوب بلم الناس بعدين في اعلانات بتيجي قدامك فانا بربح فلوس عليها بس انا ما بعتك شيء مع انه انت بعت فهم علي؟ فهذا بيع غير مباشر. طيب إيش هنا بتحكي لنا هيك؟ لأنه لما أنت تبدأ تختار نوع البزنس اللي بدك تبيع فيه أونلاين، أنت أمام هدول الخيارين هل أبيع مباشر أو غير مباشر؟ طب إيش الفرق؟ الفرق إنه لازم تختار مناسب لك يعني بيع مباشر معناته أنا ممكن اليوم أبدأ أبيع. يعني اليوم أشوف فلوس. مش اليوم انا بدات اليوم بدات اليوم اشوف فلوس لانه بيع مباشر انا بقول لك خد هات تمام البيع غير المباشر لا بده وقت لما تشوف فلوس لانه زي ما اتفقنا ما في حدا حيعطيك فلوس الا لما تلم مجموعه من الناس ما فيش مجال هو هيك تمام لما تلم مجموعه من الناس بعدين حيجي ناس تانيين يقول لك حط اعلاني عندك احكي عن منتجي ادفع كذا صح طيب الان اخونا الكريم اللي سال السؤال طالما انت بتدور على الطرق المجانيه اللي بتكون مجانا وهذا مش عيب انا قلت لك انا بشكرك على صراحتك قلت لك من الاول انت عارف اللي بدك اياه وهذا مش عيب فانت ما بدك تدفع فلوس بدك مجاني اذا انت بتختار النوع الثاني اللي هو البيع غير المباشر لانه البيع المباشر يحتاج انك تصرف علي فلوس ما فيش مجال لانه بيع مباشر يعني بدك تبيع بسرعه وبالتالي لازم ناس يشوفوا اللي بدك تبيعه بسرعه طب كلمه بسرعه هاي ايش معناها معناها اعلانات معناها في ديلز يتم بينك وبين منصات او شركات او افراد اخرى علشان تستاجر الناس تبعينهم فلما نعمل اعلان بالفيسبوك انا بستاجر الناس تبعين الفيسبوك اللي موجودين في الفيسبوك فانا كاني بشتري ترافيك من الفيسبوك تمام لما اتفق مع انفلونسر فانا بدفع له فلوس علشان يعطيني شويه من الترافيك تبعه وهكذا فطالما انت اخترت مجاني اذا انت رحت على طول على طريقة البيع الغير مباشرة وهاي من صفاتها هاي الطريقة انك بدك تلم زي ما اتفقنا بدك تلم مجموعة من الناس عشان يجي ناس من برا يحطوا اعلاناتهم عندك او تعمل ديل او او غيره او غيره او غيره كثير طرق ممكن تربح منها اوكي حلو وبالتالي لو بدك تعمل بزنس موديل اسمه موقع الكتروني وبدي الم الناس فيه هناك هاني يعني. طيب هو في غير هيك يعني ايوه ممكن تقول انا بدي الم الناس في قناه يوتيوب ممكن تقول انا بدي الم من الناس في بودكاست بدي الم من الناس في تيك توك بدي الم من الناس في انستجرام بدي الم من الناس في جروبي على الفيسبوك بدي الم من الناس على تليجرام انت حر المبدا واحد انت لازم تلم الناس فطريقه الشغل هاي اسمها الموديل اوكي كيف بدك تلم الناس طالما انت اخترت الطريقه الغير مباشره فانت قلت انا ممكن اعمل موقع وبالتالي طالما قررت بدك تشتغل البزنس موديل هذا اللي هو موقع الكتروني اذا الان تبدا تتعلم هو ايش بيحتاج مهارات ما هي المهارات اللي بيحتاجها هذا البزنس موديل هاي الفكره فتبدا تقول لحالك ايوه انا لازم يكون عندي مهاره اني ادور على منتج معين عشان ابيعه مهاره اني اعرف اكتب مقاله تسويقيه تقنع الناس يشتروا هذا المنتج طب اوكي انا كيف ادخل الترافيك او انا بدي مهاره اس اي او علشان اطلع صفحاتي في جوجل عشان الناس تدخله هاي المهارات كلها لازم انت تكون عارف انه انا لازم اتعلمها او اعرفها حتى لو مش الان مع الوقت وانا ماشي وانا بتطور بس لازم اعرفها علشان الاسلوب ينجح تمام والاهم من ذلك اكون عارف انه هذا الاسلوب حيطول فبدي اصبر معاه بدي ما احطش توقعات خطيره انه خلال ايام حربح فلوس اكون عارف وعالم انه انا حاحتاج وقت فانا حصبر معاه ومجهز حالي على هذا الموضوع تمام وتبدا تتعلم مهاراته الان عمليه المهارات هي اللي حتخليك اشطر فيه انسب معاه يعني تعمله بسهوله اكثر هي المهارات، المهارات والخبرة اللي أنت تبنيها. ببساطة شديدة أنا هلا عندي المهارة إنه مثلا أمسك منتج. منتج هيك منتج، يعني منتج عجبني، منتج مثلا شفت واحد عربي مثلا عنده منتج عن الكيتو دايت مثلا. فأروح أمسك هذا المنتج وأعمل له ويب سايت، وأعمل له صفحات، وأبدأ أكتب مقالات عنه، وعشان أكمله وأزود الموضوع قوة، هذا كله مجانا حتى الآن صح؟ روح على يوتيوب وافتح قناه يوتيوب وابدا احكي عن الكيتو دايت وابدا احكي لهم عن الاسرار والاشياء والتريكس والامور بطريقه مميزه طبعا اضيف فيها مثلا اشياء العلميه وكذا عشان اختلف عن غيري وبعدين افتح صفحه فيسبوك وابدا برضه اتكلم وقت على وقت شهر على شهر على شهر حتلاقي انه يا في صفحات في موقع بتطلع في جوجل في زوار بيدخلوا الزوار كل يوم بيزيدوا قناه اليوتيوب فيها مشتركين صح الان لاني لميت الان ببدا شو اقول يا جماعه الخير في كورس كذا شايفين علي فانا لاني عارف انه الموضوع بده وقت انا لاني عارف انه الدنيا فعليا مناسبه معي وانا ما عنديش مشكله اذا انا اعطيت الجهد واعطيت الوقت واعطيت المحتوى وكذا وانا مش متوقع فلوس انا عارف انه بعدين شفتك عمليه المناسبه لاني فاهم السيستم فاهم كيف الدنيا ماشيه فانت يا اخوي بدك تعمل او بدك زي ما حكيت لك تلم الناس في موقع اعرف مهاراته ايش اللي لازم اكون عارفه هل بعرف اعمله طب اتعلمه واذا لا بديش اذا انسى الموضوع انت عندك هذا كله ممكن انت ناوي تفتح موقع اجنبي طب وانت بتعرف تكتب لا ما انا اخلي واحد يكتب ماشي خليه يكتب بتعرف تدقق وراه طب بتعرف تخلي المقاله تسويقيه طب بتعرف كوبي عشان تقنعه يشتري طب طب اوكي بدك تحط قائمه بلديه ولا تعتمد بس على جوجل؟ طب اوكي بتعرف السي او؟ طب اوكي بتعرف تختار الـ 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 السوق الكويس وتعرف المنافس الك انت قادر تطلع عنه ولا لا؟ هي كلها مهارات هاي كلها مهارات لازم تكون تعرفها وانت ماشي في الموضوع تمام؟ فبس فاتمنى يكون جوابي افادك إيه كنت حاب جدا ابين فكره انه العقليه الصح وانت بتبدا كيف تكون موجوده معك علشان يا اما تكمل من الاول وتبدا وتستمر يا اما اصلا ما تبدا من الاول وتريح راسك يعني تمام آه فبس فاتمنى يكون اجابتي مفيده لك ولو في اي شيء انا موجود سلام عليكم